حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية ونبدأ بأهم العناوين. البدء من موقع إلترا عراق، عداد الجائحة نحو 300 ألف إصابة وأكثر من 8000 ضحية. في صحيفة الزمان، التعليم وجه الجامعات بإطلاق وثائق خريجي المجموعة الطبية والصحية. في العربي الجديد، نتنياهو وزير خارجية الإمارات في واشنطن لتوقيع اتفاق التطبيع. وفي عربي 21، شركة فايزر حصول الأمريكيين على لقاح كورونا قبل عام 2021 غير مؤكد. أما في العرب اللندنية، إيران تخطط لاغتيال سفيرة أمريكية ردا على قتل سليماني. عنوانة الشرق الأوسط، الأردن أمام موجة جديدة من الوباء وتحذيرات من انتكاسة مؤلمة. في صحيفة فورين بوليسي، بومبيو دعا قادة السودان إلى الاتصال بنتنياهو لحضوره ومصر خسرت ثقلها. بحسب المعلومات غير الرسمية، فهناك أكثر من 7 ملايين قطعة سلاح لدى العشائر، فضلاً عن أرقام مضاعفة لدى الميليشيات والعصابات وجماعات المافيا المنتشرة في المحافظات العراقية. وعلى وفق ضابط عراقي تحدث لصحيفة العربي الجديد، فإن 60% من تجارة السلاح تقف وراءها جماعات وميليشيات مسلحة ضمن الحشد الشعبي. يصل مجموع المبالغ المتداولة في هذه التجارة 2 مليون دولار شهريا، وتتستر عليها أحزاب وضباط أمن. هذا ما جاء في مقال الكاتب شاه القرداغي نشره موقع الرافدين للدراسات. انتشار السلاح بشكل فوضوي وعدم حصره بيد الدولة مؤشر واضح على ضعف الدولة وغياب القوانين. ولا تقتصر الآثار السلبية للسلاح المنفلت على الوضع الأمني، بل تتجاوزه إلى التأثير على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي أيضاً. ففي الجانب الأمني يؤدي السلاح المنفلت إلى اضطراب الأوضاع الأمنية وغياب الاستقرار، حيث انتشرت الصراعات العشائرية في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة بشكل واسع خلال الفترة الأخيرة، وأدت إلى وقوع أضرار بشرية ومادية نشرت الرعب والخوف في أوساط المواطنين، إضافة إلى تصاعد متزايد في عمليات القتل وتصفية الشباب والناشطين خلال التظاهرات وبعدها عن طريق هذا السلاح. أما في الجانب الاقتصادي، فإن الميليشيات تقوم باستغلال نفوذها للسيطرة على الجانب الاقتصادي والتجاري للمناطق التي تسيطر عليها تحت غطاء محاربة الإرهاب، وتقوم بكسب المال عن طريق نشاطات غير مشروعة مثل تهديد التجار وأخذ الإتاوات وعمليات التهريب والسيطرة على المحال التجارية، إضافة إلى الأضرار الجانبية التي تلحقها بالاقتصاد العراقي بسبب خلق بيئة طاردة للتجار ورؤوس الأموال وتجنب المستثمرين من الدخول إلى العراق والقيام بالمشاريع الخدمية والتنموية خوفاً من هذا السلاح المنفلت. وفي الجانب السياسي، فإن سلاح الميليشيات هو الأداة العسكرية للأحزاب السياسية الحاكمة لتحقيق نفوذها والحفاظ على ثقلها داخل العملية السياسية. أضاف الكاتب: من الواضح أن معالجة هذه المعضلة وحصر السلاح بيد الدولة يتطلب وجود حكومة وطنية شجاعة تفرض القوانين على الجميع ولا تخضع لقادة الأحزاب السياسية والكتل وقادة الميليشيات، فضلا عن قدرتها على الحديث بشكل ندي مع دول الجوار وإيقاف التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي، والذي سيسهم في تحجيم نفوذ الميليشيات بشكل تدريجي وإعادة الاعتبار أو الهيبة إلى الدولة العراقية. لبنان والعراق، سطوة الميليشيات تقوض السيادة الوطنية.
هذا عنوان مقال نشره موقع ميدل إيست. جاء فيه: لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيكون رئيس الوزراء العراقي على استعداد للذهاب في تقليل أو إنهاء قوة الميليشيات المدعومة من إيران في بلده ونفوذها، وما إذا كانت ستمثل تهديدا حقيقيا لحكومته. لكن المؤكد هو أن منتقدي هذه الميليشيات لديهم كل الأسباب للخوف على حياته. تعكس الاغتيالات الأخيرة في العراق وكذلك اغتيال الحريري قبل 15 عاما صعود الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة من لبنان إلى العراق، وحزب الله اللبناني هو الأبرز إلى حد بعيد. يوجد في العراق حالة مشابهة، حيث دخلت كتائب حزب الله المجال السياسي من خلال المشاركة في الانتخابات البرلمانية بعد هزيمة تنظيم الدولة على الأرض. لقد نجحت كتائب حزب الله في الفوز بثاني أكبر عدد من الأصوات في البرلمان العراقي بفضل دورها القيادي في التحالف السياسي للميليشيات الشيعية المسمى تحالف الفتح. لقد وجهت نفس الدعوات للميليشيات لنزع سلاحها والاندماج مع الجيش العراقي تحت إشراف وزارة الدفاع، حيث أصدر رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي العام الماضي مرسوماً لجميع الجماعات المدعومة من إيران والمنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي بأن تصبح جزءاً لا يتجزأ من القوات المسلحة وتخضع لنفس اللوائح. وبدلاً من الامتثال لهذا المرسوم، تجاهلت كتائب حزب الله تحذيره من تحولهم إلى جماعة خارجة عن القانون، واستمروا ببساطة في إطلاق النار على المتظاهرين وبدأوا باغتيال المنتقدين. وبسبب القدرات العسكرية والنفوذ السياسي الجديد لهذه الميليشيات، بدأ ينظر إليها كدول داخل دول، وهو ما يقوض سيادة كل من لبنان والعراق. سقط كل من لبنان والعراق بدرجات متفاوتة من المقاومة في قبضة الميليشيات المدعومة من إيران بالسماح بوجودها العسكري ومنحها الشرعية السياسية. من أجل استعادة السيطرة يجب على لبنان والعراق إما إخراج هذه الميليشيات من المجال السياسي وأي تمثيل سياسي على الإطلاق، وإما إجبارهم على نزع سلاحهم والاندماج في القوات المسلحة الوطنية. لماذا يعشق السياسيون الكرد من كلا الحزبين الكبيرين أن يمدوا جذورهم إلى الخارج ويمنعوها عن جيرانهم العراقيين؟ هذا سؤال طرحه الكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب، فلنتابع تفاصيله. الآن حتى لو تم انتخاب جو بايدن رئيساً فإنه لن يعيد من جديد اقتراحه القديم بفصل الإقليم الكردي عن العراق، والسبب هو فشل الكرد في التخلص من تقاليدهم الشنيعة في الخوض في حروبهم الأهلية والصراعات الداخلية والبحث عن حلفاء من خارج صفوفهم، وللأسف الشديد الانغماس في الفساد أيضاً. فهم مشغولون ومنذ فترة طويلة بتصفية حسابات داخلية، ويفضل قادتهم مقاطعة بعضهم بعضاً وتبادل الشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث نزاعات بين البرزانيين أنفسهم في أربيل ودهوك، ويقف ضدهم أبناء عائلة طالباني الذين يسيطرون على السليمانية. والطالبانيون أيضاً يتخاصمون فيما بينهم وبشكل أدق بين مؤيدي أرملة زعيمهم المتوفى جلال الطالباني وبين خصومها. ويحدث كل هذا بعد أن خسر الأكراد لصالح الجيش العراقي معظم المناطق التي احتلوها خلال المعارك ضد داعش، بما فيها مدينة كركوك النفطية التي يسمونها قدس الأكراد، والتي انسحب منها الطالبانيون دون أي تنسيق مع قادة قوات البرزاني الذين كانوا يعملون بالقرب منهم. وأضاف الكاتب: لقد نجحوا في كردستان العراق على امتداد 30 سنة في عقد تحالفات داخلية وخارجية درت عليهم وعلى أحزابهم وأسرهم المكاسب والمناصب والرواتب المجزية، ولكنهم في الوقت نفسه
قطعوا صلة الرحم بين إقليمهم وشقيقته الكبرى بغداد، وأوقدوا في عقول مواطنيهم وقلوبهم نيران الاستعلاء القومي العنصري على جيرانهم عرب العراق. أكثر من أي وقت مضى تبدو العملية السياسية عملية تدمير وإبادة للعراق وشعبه، لا حكومة ديمقراطية جاءت لخدمة مواطنيها. في كل مرة تفصح هذه الحكومة عن حقيقتها أكثر وأكثر للمواطن العراقي البسيط ولأداء ممثليها. عن إخفاق الكاظم كتبت ولاء سعيد السامرائي في مجلة الجارديان. 100 يوم انقضت على حكومة مصطفى الكاظمي التي صممتها الشراكة الأمريكية الإيرانية بعجالة لتكون كاملة بوزرائها دون أن يسفر عنها صدور أي قرار أو إجراء يحمل رسالة للعراقيين الذين ينتظرون مع كل حكومة من ينقذهم ويخفف من أثقال مصاعبهم وهمومهم المتراكمة منذ غزو العراق، وذلك رغم الوعود التي قطعها رئيس الوزراء عند تكليفه برئاسة الوزراء ليستمر في نفس نهج أسلافه الذين توالوا على الحكم وأجزلوا عطاء كلام الإصلاح والتخلص من الفساد والضرب بيد من حديد على الفاسدين دون أن يتجرأ أي منهم بالتقدم ولو خطوة واحدة بهذا الاتجاه، بل إنه مع كل حكومة تطوى ملفات فساد جديدة ويتسع فيها قتل العراقيين والتغاضي عن المجرمين والجنات الذين يعيثون في بلاد الرافدين دماراً ما بعده دمار. لا تبدو الميليشيات الخارجة عن الدولة ولا الاغتيالات والسلاح المنفلت ولا الفساد أو الإصلاح أو توفير الحد الأدنى من الخدمات أو تنفيذ بعض مطالب المتظاهرين وآلاف الخريجين وآلاف الناس في أرجاء العراق من أولويات رئيس الوزراء أو من أولويات حكومته، بل الأولوية كانت في توقيع تثبيت وتجديد بقاء قوات الولايات المتحدة في العراق، إضافة إلى التهيئة مبكراً لانتخابات في نوع من حالة هروب إلى الأمام من تنفيذ استحقاقات مطالب المتظاهرين وعموم الشعب في حياة أكثر كرامة حتى دون أي تعديلات على قوانين الأحزاب والانتخابات وإنشاء مفوضية انتخابات جديدة مستقلة بعيدة عن الأحزاب يمكن للشعب تقبلها. توجه شباب العراق في الناصرية وذي قار عموما وفي البصرة إلى طرق جديدة للتخلص من هذه الطغمة الحاكمة ومن ورائها باستخدام الآليات لتهديم مقار الأحزاب والمسؤولين عن الفساد وناهبي المال العام والتصدي للمجرمين والقتلة ومن يغتال الناشطين والمتظاهرين، كلها خطوات متقدمة وجديدة في طريق تحرر الشعب العراقي وشعبه ومساندة الثورة، تعم العراق بالتحاق المحافظات الشمالية وخروج أبناء شعبها في مدنها تندد بصوت واحد ضد طبقة الاحتلال للتخلص منهم وبناء حياة كريمة للعراقيين كلهم من شمالي العراق إلى جنوبه. ما كاد يمر شهر ونيف على كابوس الرابع من آب أغسطس المتمثل بانفجار ما يعادل سلاح دمار شامل في مرفأ بيروت حتى اسودت سماء العاصمة مجددا في 10 من أيلول/سبتمبر بالحريق الهائل الذي أتى على أطلال المرفأ نفسه، كما لو أنها بل هي على أكثر من وجه كذلك مكثف حرب إخضاع متواصلة ومتعددة المستويات. ثم تجدد الحريق نفسه في الأيام التالية ليتبعثر معه الوهم بشأن احتفاظ المرفأ بقدرته التشغيلية بعد يوم من تدميره. هذا ما جاء في مقال الكاتب وسام سعادة في صحيفة القدس العربي. يظهر أكثر فأكثر أن ما تريده الإدارة الأمريكية الحالية من لبنان لا يبتعد كثيراً عن المسار الذي انتهجته الإمارات والبحرين، وأبعد حتى من مسمى الحياد بدلاً من التفكير السابق بأن المطلوب أولاً في حال لبنان حل مشكلة سلاح حزب الله،
تجري محاولة أمريكية للقفز الذهني على هذه المشكلة وربط آليات خنق الحياة الاقتصادية والمالية للبنان ككل بكل، ما من شأنه بلوغ هذا المقصد بالذات وعدم الاكتفاء بترسيم الحدود أو بشعار الحياد إلا كتوطئة على هذا الصعيد. في القراءة الأمريكية كان لبنان جزءاً من البلدان الواقعة تحت النفوذ الأمريكي عن كثب، وقت انحازت بلدان عربية أخرى للاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة. وينبغي ألا يكون البلد محيداً عن المسار الإجمالي لأسرة الأنظمة الموالية لواشنطن في الشرق الأوسط الآن. لا يريد الأمريكيون الحياد للبنان، بل يريدون انحيازه الكامل لسياستهم في المنطقة، وعنوانها حالياً الضغط لفرض صفقة القرن بكل ما أوتي من أشكال وترتيب العلاقات مع كل حلفائهم في المنطقة، تحسيناً بشروط المواجهة الأمريكية حرباً أو مفاوضة مع إيران. ولا يشعر أصدقاء إيران في لبنان في المقابل بأنهم عليهم القيام بأي مجهود معنوي أو عملي الآن وإلى فترة ما بعد الانتخابات الأمريكية. كل ما عليهم فعله هو البقاء حيثهم والتفرج. مهما كان محبطاً كماش حركة الناس واقتصارها أكثر فأكثر على حركة ناشطي المجتمع المدني المحصورة، فإن الشعور الذي يعيشه الناس من كون تفجير المرفأ بمنزلة زمان مستدام يكابدونه وليس يمكن مقاومته بالأساليب التقليدية بما في ذلك التجمهر في الساحات، وهو بحد ذاته شعور أكثر جذرية الآن من كل ما يطرح من محاولات للقفز على اللحظة. كشفت مجلة فورين بوليسي أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا في أثناء لقائه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لاتصال هاتفيا مع بنيامين نتنياهو وتطبيع العلاقات بين البلدين، ولكنه أخفق. إن أول زيارة لمسؤول أمريكي للخرطوم منذ 15 عاماً لم تكن من أجل البحث في العقوبات المفروضة على السودان، ولا لدعم عملية التحول الديمقراطي للبلد بعد ثورة 2019، بل كان الهدف منها دفع الخرطوم لفتح علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وبرر بومبيو دعوته لحمدوك الاتصال بنتنياهو أن مهمته ستكون سهلة لكي يقنع الكونغرس برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال شخص حضر اللقاء إن كل واحد في الجانب السوداني ثغر فمه دهشة، ورفض حمدوك الذي يقود حكومة انتقالية في وضع متقلب للعرض قائلا إن حكومته ليس لديها التفويض لاتخاذ قرار مهم كهذا. وحاول بومبيو إقناع الضابط العسكري الأبرز في السودان الذي رفض العرض. وكان توقف بومبيو في الخرطوم جزءاً من رحلة زار فيها عدداً من دول المنطقة من أجل حثها فيما صارت قصة نجاح ملموسة لإدارة دونالد ترامب، وهي تطبيع علاقات دول عربية مع إسرائيل. وبالنسبة لإدارة ترامب فقد أصبحت هذه المعاهدات جزءاً من محاولات ترامب تأمين ولاية ثانية في انتخابات تشرين الثاني نوفمبر، وهي أهم إنجاز دبلوماسي ملموس بعد فشل الجهود الدبلوماسية الأخرى من تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ووقف برامج كوريا الشمالية النووية والحد من تصرفات الصين واحتواء إيران. ويثير الاتفاق أسئلة عن مركزية مصر في دبلوماسية الشرق الأوسط، فقد ظلت مصر تلعب دورا رئيسا في دبلوماسية المنطقة وربما حتى الآن. وتساءل نوفاك ماذا يعني هذا لموقف مصر في المنطقة؟ وواحد من مكونات مركز الجذب المصري هو أنها المنسق بين الكيان الغاصب الصهيوني والعالم العربي. قد انتقل المركز الآن إلى دول الخليج وتخسر مصر رصيدا آخر في خصوصيتها بحسب تعبير الصحيفة الأمريكية.
حول مجموعة من الفنانين الفلسطينيين عددا من الجدران العامة في مناطق متفرقة من غزة إلى لوحات فنية، تدعو هذه اللوحات إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة بدء بتجديد الإجراءات على المخالفين للتعليمات المتعلقة بمواجهة تفشي فيروس كورونا في محافظات قطاع غزة كافة، محذرة من العودة إلى الإغلاق التام بفعل الاستهتار. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا مشاهدينا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين، في رعاية الله.